الشاو والاجتماع والنتائج بتاعت الاجتماع. النهارده موضوعنا روحي، لازم متعودين موضوعين اسريه، موضوع روحي وبعدين اوت اوف ذا بوكس. فالنهارده معانا الدكتور ميشيل، هيكلمنا على اليونان، لان اليونان على الابواب، وتاملات في يونان ودروس منه لا تنقطع، ومحتاجين ان احنا نجدد معرفتنا عن الاسفار دي والاشخاص دي، لان هم بيدونا دروس في الحياه الروحيه. ربنا يبارككم ويعطيكم. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. مع الموبايل أو مع الإنجيل يطلع سفر يونان إصحاح 4. هنقرأ بس أول 3 أعداد. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى للرب وقال: آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. ولا تاني، لأني علمت أنك إله رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اغتصت بالصواب؟ والصبح لله دائما. يعني دول 4 أبيات، 4 عادات من صح الرابع، هو كل سفر يونان 4 صحات. هو سفر يونان سفر تاريخي أكتر من سفر نبوي، سفر تاريخي أكتر من سفر نبوي، لأن ما فيهوش غير نبوة واحدة بس، 5 كلمات. إيه هي؟ سفر يونان ما فيهوش غير نبوة واحدة بس. ايه هي النبوة الموجودة في سفر يونان؟ ها؟ انا بسأل مش بجاوب، انا بسأل. سفر يونان ما فيهوش غير نبوة واحدة بس، 5 كلمات. نحن يعني يونان بعد بكرة، بعد 40 يوما تنقلب نينوى أو المدينة. هم دول، هي دي النبوة كلها اللي موجودة في سفر يونان. لما هي دي نبوة برضو يا أبونا، بعد 40 يوم تنقلب المدينة. هنقول بسرعة كده لمحة تاريخية بسيطة عن سفر يونان، وبعد كده ندخل في الكلام. سفر يونان، يونان الاسم العبري اسمه يونا، يونا في الصيغة العربية والسريانية ليونا هي يونان، ويونا معناها حمامة. هو ابن أمتاي من سبط زبولون، نحفظ الكلام دوت بس عشان هي حاجة تاريخية. هو ابن أمتاي من سبط زبولون، والمرجح ان هو اللي مذكور في سفر 2 ملوك، ملوك الثاني صح 14 ايه 25، والنبوه بتاعته كانت في ايام يربعام الثاني ملك السامره. ده لمحه تاريخيه بسيطه عن يونان ويونان النبي او سفر يونان. بعض الاقوال او بعض الاباء بيقولوا ان هو على الارجح ان هو ابن ارمله صرفه صيدا،
عارفين ابن أرملة صرفة الصيدة؟ ها؟ اللي قوموا إلي. اللي قوموا مين؟ إلي. وبعد كده يعني هو كان مات وهم. عشان كده الآباء بيقولوا أن يونان كان متعود عن موت ويوم. عشان لما دخل عشان كده لما دخل الحوت عشان كده أرجع وقال إيه؟ أن هو هيرجع تاني وينظر هيكل رب. يعني هي يعني مش هيموت. خلي بالكو هو مش هيموت. أنا الظاهر أنه قطع. بعض الآباء بيرجحوا كده. بعض الآباء بيقولوا لا مش هو. يعني ما تفرقش معانا كتير. بس يونان النبي على أنه كان نبي عظيم. كان بيحب ربنا طبعا. ولكنه كان متعصب أول اليهودية بتاعته. يعني كان يهودي متعصب جدا. خلي بالكو ليه؟ عرفنا منين؟ لما ربنا قال له قوم نادي على نينوى المدينة العظيمة. طب نينوى ديت كانت بلد فين؟ ها؟ في العراق. أشور صح. نينوى ديت كانت بلد في العراق أشوري. والأشوريين دول هم مين؟ أمم وثنيين يعني. طب اشمعنا دول بالذات؟ اشمعنى دول بالذات؟ ربنا لما يكون بيقول لي قبل كده شعب اسرائيل شعب ادخلوا حرموا كل واحد موتوا حتى البهائم كله 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 يموت. وعخان ابن قرمي خد كده حاجه من شنعار كده خده خباه عجبه زغل العينيه كده خده. ربنا غضب وزعل وقال له في وسطك حرام يا اسرائيل. واتضايق قوي ربنا من الموضوع ده. وعشان كده خد يعني عائلة عخان والقبيلة كلها كلهم أرض بلعته. طب اشمعنى ربنا غير رأيه وقال له على نينوى ديت؟ طب وبعدين خلي بالكم نينوى ديت اللي هي في العراق أشورين ده اللي طلع منها بعد كده مين؟ مين الملك اللي جه حارب وكسر كتير في يهوذا وجه على أورشليم وبعد كده ما عرفش يدخل؟ ها ها مين؟ لا مين؟ ملك ملك أشور سنحريب. سنحريب جه بعد كده وحارب إسرائيل وكسر كتير مدن يهوذا وكان يعني كان محاوط أورشليم. ولكن طبعا صلاة أشعية والملك حزقية وربنا موت 185 ألف عسكري من جيشه ورجع تاني إيه لبلده وما يقدرش يدخل على إيه على أورشليم. فبيقولوا بعض الناس بتقول أو بعض الأباء بيقولوا إن يونان بروح النبوة كان عارف إن الأشوريين دول هم هيهجموا على أورشليم على إسرائيل بعد كده أورشليم وهيخربوا ويدمروا. فكان متغاظ يعني كان هو نفسه إن نينوى البلد دي تهلك يموتوا كلهم. ما كانوش عاوزينهم يعيشوا. انت بالكوا. وعشان كده ده السبب اللي كان خلى يونان يهرب من ربنا. تعالوا بالكوا. لان هو ما كانش الشغلانه بتاعته دي ما كانتش عاجباه. الشغلانه بتاعت ربنا دي ما كانتش عاجباه. يعني ايه اروح انادي على نينوى البلد اللي هي بتاعت الوثنيين دول الاشوريين دول وأقول لهم يتو يعني ما هيقول لهم يقول لهم إيه؟ قال له أو على فكرة خلي بالكو وربنا برضو لما جه قال له قال له نادي لأن شرهم طلع أمامي. طب هو هينادي بإيه؟ خلي بالكو اسمعوا كده في أول إصحاح آية 1 وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأن قد صعد شرهم أمامي. هينادي يقول إيه؟ لا أنا مش عاوزكم تناموا وإيه تصحوا معايا كده عشان كلها كل شوية هسأل أسئلة. المناداة بإيه؟ توبوا. كل الرسالة بتاعت الأنبياء زي مين؟ كل الأنبياء لغاية يوحنا المعمدان توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. توبوا. طب أنا مش عايزهم يتوبوا.
وعايزهم يموتوا. مش عاجبها الموضوع ده. خلي بالكم انا قريت كده في وسط المواضيع اللي انتوا كاتبينها عشان تتر ازاي اتعامل مع الطفل العنيد. انتوا كاتبين كتب في المواضيع اللي انتوا طالبينها، المواضيع اللي هي التربوية، ازاي اتعامل مع الطفل العنيد. اه يونان دوت كان نبي عنيد، خلي بالكم. وانا هقول لكم كده في وسط الكلام ازاي نتعامل مع الطفل العنيد زي ما ربنا تعامل مع يونان. خلي بالكم. قوم، قال له لا مش هقوم. روح، مش هروح. يا حبيبي تعال اعمل كده، مش هعمل. يا حبيبي ما تعملش كده، لا هعمل. يا حبيبي ما هتعور نفسك، لا. يا حبيبي ما تطلعش كده، لا. يونان كده، لا مش هعمل. طب هعمل ايه؟ نينوى في العراق، هو خد راح مشي اليافا وبيهرب. لما تاخذك اقول يعني يونان، لو مؤاخذه يعني يونان ده كان عامل زي الطفل العنيد. هو انت يونان لو مؤاخذه يعني انت نبي كبير وعارف ربنا، هل انت لما تهرب لترشيش، ترشيش دي كانت في اسبانيا كده في الغرب والعراق كده، يعني عكس الاتجاه، هو ربنا مش موجود في اسبانيا؟ ولا هو مش ربنا شايفك انت بتعمل ايه وانت رايح ليافا ورايح لترشيش وربنا مش شايفك؟ تفتكر ربنا هيسيبك؟ لا. ما ده تفكير ايه؟ تفكير طفل. تفكير ايه؟ طفل. انا اهرب من ربنا عشان ربنا مش هيشوفني. بالظبط الطفل بيعمل كده عنيد. بس ربنا طبعا برحمته هو عارف ان يونان ايه، بيحب. طب ما الطفل العنيد دوت بيحب بابا وماما برضو، لكن بيعند. ليه بيعند؟ اه كده، لا. خدت بالكم؟ لكن ربنا عارف ان يونان من جواه ايه، بيحبه. فربنا ايه؟ صابر، صابر خالص. طيب هنشوف هتعمل ايه يا يونان. سابه. طب هو، طب امسك الطفل ده، انا ممكن امسك الطفل ده اقطعه، امسكه افرمه. انت ما تسمعش الكلام، انت مش عارف انا بقول لك ايه، انت تعال هنا لازم تسمع كلامي بالعافية. هو ربنا عمل كده؟ ربنا سابه خالص. روح ليافا، حاضر يا حبيبي. تروح ليافا، اروح معاك يافا. دور على سفينة، هروح هركب معاك السفينة. وكمان خلي بالك ايه، فدافع اجرتها، يعني كمان بيهرب من ربنا وبيعصي كلام ربنا وبيدفع فلوس. طب ما كان ربنا هيوصلك ببلاش. وبعدين هو ربنا عايز منك كلمه واحده بس، تقول لهم توبوا. هي دي صعبه؟ ف راح ركب في المركب ونام بقى نوم عميق. يعني ازاي تبقى انت هربان من ربنا وتنام كده؟ يعني يا قلبك يا اخي انت نايم، اه نايم، ونوم عميق، ونوم عميق، ولا دريان بحاجه، ولا دريان بحاجه. ساعات الانسان منك كده، خدت بالكم، لما ما يسمعش كلام ربنا ويغرق في الخطيه، بعيد عنكم تيجي له كده بلادة. عارفين يعني ايه بلادة؟ يعني ينعس، ينام، مخه دوت يبقى مش شغال. كاتب لكم. طيب هنعمل ايه؟ الانسان دوت بيقول كده يعني بيشرب لاسمك الخطية، نايم وغرقان في النوم وغرقان في الخطية، يعمل ايه؟ ربنا يهزه شوية، يبدأ ايه؟ يحرك البحر. ده لسه نايم، يحرك اكتر. ده لسه نايم،
البحارة والنواتية بدأوا يخافوا، بدأوا يهيصوا، وده نايم. ربنا بيبعت رسالة، يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، يا حبيبي اللي انت بتعمله ده غلط، مش هتروح من ايديا، مش هتهرب من ايديا، لا انا عايز انام، انا عايز اهرب، مش عايز اسمع الكلام. طيب خلاص، الانسان اللي يفضل عايش كده ونايم، تبص تلاقيه وتجيله تجربة شديدة تهزه زي المركب كده متهزت، تهزه اي حاجة تحصل. ربنا يسمح بالتجربة، بعد كده نيجي نقول ايه؟ يا رب، نصرخ يا رب انت سايبنا ليه؟ انا سبتكو، انتوا اللي سبتوني. خلي بالكو، البحار عمال يصرخوا، الناس ساعات كده بيبقى الناس حوالينا، يبقى كل واحد كده عنده ايه حاجة يصرخ، يبص نلاقي مثلا ايه واحد مرة واحدة وقع من طوله كده مات. طب ما ده درس لينا، طب ما انا ممكن اكون مكان الانسان ده. واحد تاني حصلت له مرض شديد جدا، طب ما انا ممكن اكون مكان الانسان دوت. الناس البحارة بدأوا يخافوا ويعملوا ايه؟ هيصة، ويرموا بقى السفينة هتنكسر بيهم. قعدوا بقى كل واحد يصرخ مين بقى لإله، هم وثنيين، ناس وثنيين غلابة، عمالين بقى يصرخوا، اللي يصرخ للشمس واللي يصرخ للحجارة واللي يصرخ مش عارف ليه، هم مش فاهمين، بس ايه بيصلوا. وبدأ ايه يطرحوا الأمتعة، يطرحوا الأمتعة يعني ايه؟ كل حاجة بقى حواليهم ساعات الواحد كده يبقى ماسك في الدنيا ومكلبش فيها وعنده حاجات كتيرة ماسك فيها كده، يا حبيبي تعالى الكنيسة، لا ده يوم راحتي، أنا بشتغل مش هاجي الكنيسة، يا حبيبي تعالى اعترف، اعترف بإيه؟ هو أنا بعمل حاجة غلط؟ يا حبيبي تعالى تناول، لا. لما تحصل بقى الهزة ويحس الإنسان إن هو قرب حياته تنتهي ولا حاجة، يبدأ بقى إيه؟ يرمي كل حاجة، يرمي بقى الشغل ويرمي بقى الفلوس ويرمي كل حاجة. إيه اللي حصل؟ أنا هموت، أنا هموت. وعم يونان لسه قاعد في بطن السفينة نايم. ده بقى زي ما قلنا إنسان غرقان في الخطية بقى، حتى مهما اللي حواليه حصل حواليهم حاجات وتجارب، ده مهيص. فراح واحد بقى يعني رئيس النواتية ده، واحد غير مؤمن. العيبة بقى صاحبها هنا عند يونان ايه؟ ان هو نبي كبير وعظيم ويجي له واحد غير مؤمن وثني يصحيه. تخيلوا كده، احنا لما مؤاخذة اولاد ربنا بنروح الكنيسة وبنتناول وفي الكنيسة على طول باستمرار وبتاع، وان تحصل حاجة كده انزان الزمر على ربنا، يجي واحد كده اصلا لا له في الدين ولا حاجه يقول له كلمه تصحيه. فيعني يا ريت ان احنا نتعلم نسمع صوت ربنا، نتعلم من صوت ربنا قبل ما تيجي حاجه تهزنا، وقبل ما حد يجي تاني يقول لنا ايه كلمه كده مش كويسه. قوم انت نايم، اصرخ لالهك، عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك. طب انت يا عم انت عارف الاله ده مين؟ لا، بس انا يمكن يكون الرجل دوت الاله بتاعه هو الاله الحقيقي. وعملوا طبعا القرعه، البحر اتكلم، النواتيه والبحاره اتكلموا، الموج اتكلم، القرعه اتكلمت. مين اللي غلطان؟ هو ده يونان. انت ما حكايتك ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم ايه بقى؟ فقالوا له، اصحاح واحد ايه 8، فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبه علينا، ما هو عملك ومن اين اتيت؟ ما هي ارضك ومن اي شعب انت؟ اعترف بقى، بدا يحس اول الاحساس، اول الرجوع، انا عبراني وانا خائف من الرب
إله السماء الذي صنع البحر والبر. الله بدأت تعرف يا يونان، ما أنت كنت رايح لياف وهتركب سفينة رايحة لترشيش، أنت بدأت تعرف بدأت أفهم. بدأت أفهم، بدأت أخاف، بدأت أخاف وبدأت إيه أقول إن أنا غلطان. يا ريت ما نستناش كلنا مع بعض كده إن إحنا ربنا يسمح ويجربنا تجربة تقيلة شديدة علينا، وإيه ويسمح بالتجربة دي عشان تهزنا وعشان نرجع وإيه يا رب أنا غلطان سامح. طيب ربنا عمل إيه بقى؟ طيب هو قال له أنا خائف من الرب، طب طب أعمل نعمل إيه؟ فقال له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبره، وقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عننا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأني عالم أني بسبب هذا النوع العظيم عليكم. طب أنا عاوز أسأل السؤال، لما قال لهم خذوني وارموني في البحر، ربنا كان عايز كده؟ ها طلعت، ربنا كان عايز كده؟ لو كان عايز ايه؟ عاوز يرجع، ها؟ ما كانش عاوز يغلط اصلا، يعني هو قال لهم اربوني في البحر، يعني خلونا اموت بقى وخلاص وريحوني بقى. انا ايه؟ طب يا عم بدل ما تقول ارموني في البحر وريحوني، ما تقول انا غلطت ويا رب سامحني. ينظر بص كده، ساعات الواحد كده ايه لما تجيله التجربة، يا رب يعني هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلينا اموت بقى وريحني. الله، ده بدل يا حبيبي ما تقول يا رب سامحني انا غلطت في حقك وعشت ما عشتش ليك، وسامحني واغفر لي وارفع عني، اقول له خدني بقى وريحني. هو ده اللي عمله ينام، اطرحوني في البحر فيسكن عنكم البحر، يعني اموت وخلاص وريحوني. خلي بالكم ربنا لسه صابر. طب هو يا رب انت صابر عليه ليه؟ قال عشان انا عاوز ينام هو اللي يروح يتكلم. خلي بالكم السيد المسيح ما عند يونان كل دوت، ومع القرف اللي شافه من يونان، خلي بالكم جه في الإنجيل وقال إيه؟ أهل نينوى تابوا بمنادات يونان. الله، يا رب ارجع في كلامك شوية، فكر شوية، ده يونان ده كان هرب وكان راح وعمل، قال لا لا لا، هو رجع ونادى عليهم وخلاص. يعني هو أنت يا رب هو ابني وحبيبي ونبي بتاعي وسمع الكلام وراح نادى عليهم. نفس الحكاية برضو مع الولد العنيد، لا 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 لا، ويعمل برضو الغلط ويعمل الحكاية، أضربه أعنفه أقول له أنت عملت كده ولا عملت كده ولا غلطت كده ولا غلطت؟ لا، ربنا ساكت 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 خالص وصابر، وبيتحرك بقى بإيه؟ بحاجات تانية. خلي بالكم يعني إحنا ممكن الولد العنيد دوت نحاول نتعامل معاه بشكل تاني زي ربنا كده، يتعامل مع يونان بشكل تاني، مش بالعنف، بمحبة برضو وبلطافة وبهدوء. هو عارف ان يونان دوت يعني يهودي صح. ممكن الولد العنيد ده برضو يكون عنده رؤية شخصية ويكون متمسك برؤيته، واحنا مش قادرين نفهم الرؤية بتاعته. انا بتكلم على الولد مش بتكلم على يونان. خلي بالكم يونان غلطان ان هو ما سمعش كلام ربنا، خلي بالكم، لكن مع ذلك برضو ربنا صابر ايه عليه. الناس اللي حواليه حبوا ايه ينقذوه من الموت، فراحوا ايه قعدوا يقدفوا، مش عاوزين يموتوه لسه، مش عاوزين يرموه في البحر، يقدفوا بيحاولوا ينقذوه. ولكن ربنا ايه، البحر عنده ايه، فرمان،
ما تهداش إلا لما إيه يونان يترمي. خلاص أنا ما عرفش أرجعه، ما عرفش أخليه توب، ما عرفتش أرجعه عن الطريق اللي هو فيه، أنا هحضر له طريق تاني. إيه هو الطريق التاني يا رب؟ أنا قال إيه كده؟ أما الرب فأعدت حوتا عظيما. خلي بالكو الحيتان أنواع، بس الحوت العظيم اللي هو خد يونان دوت، على بعض الدراسات والتحاليل إن هما لقوا يعني هيكل عظمي كبير أوي الحوت، بيقولوا إن الحوت دوت العظيم دوت في تجويف في البق أو في الرأس، التجويف دوت ممكن تكون زي ما يكون أوضة كبيرة أو أوضة يعني تساع واحد واقف. خدت بالكو؟ فيونان لما دخل في جوه الحوت قال لك آه مصيبتي سودة، ده أنا مش هموت غرقان، ده أنا هموت متقطع، ده الحوت ده هيقطعني إيه إرباً إرباً. ربنا هو بيفكر كده، ربنا بيفكر بشكل إيه تاني. أعدت حوتا عظيما ليبتلع يونان، قال له ابلعه بس ما تاكلوش، ابلعه بس ما تاكلوش. دخل جواه، دخل في التجويف وقعد، والتجويف ده كان جواه هوا. خلي بالكم لما تشوف الحيتان بتحرك كده، طلع من راسها كده ايه، هوا بيطلع من راسها كده، الهوا ده بيطلع ويدخل، يونان قاعد جواه بيتنفس، والتجويف ده مفهوش مية، وما كان عاش ازاي؟ خلي بالكم ده طبعا كله مش شغل بشر، ده وده شغل مين؟ شغل ربنا مش شغل بشر. وربنا استخدم يونان علشان يكون مثال ليه، ان هو يدخل في القبر 3 أيام ويطلع يقوم تاني. يعني شوف حتى ربنا استخدم عناد يونان نوت وجهز الحوت عشان يكون مثل لليهود، يقول لهم زي ما انا هدخل القبر واطلع 3 أيام، زي ما كان النبي اللي منكو اللي هو يونان دخل في الحوت 3 أيام وطلع. يعني شوف ربنا استخدم كل الحاجات دي علشان يعمل العمل بتاعه، وفي نفس الوقت يتوب يونان، وفي نفس الوقت يخلي البحارة والنواتية يؤمنوا ان هو الاله ويخلصهم، وفي نفس الوقت برضو الشغلانة اللي عايزها ربنا هتتم. خلاص دخل يونان في بطن الحوت وقعد يصلي. لولا ان يونان دخل في بطن الحوت ما كناش خدنا صلاة يونان اللي هي من اجمل صلوات الانجيل. طبعا عشان الوقت مش هقدر اقولها، لكن صلوات ديت وزي ما سمعنا الترتيلة هقت اعيد فيها نفسي، صلوات جميلة لغاية دلوقتي. يعني الموضوع ده حصل من 2800 سنة، لغاية دلوقتي احنا بنتأمل في صلاة ايه؟ في صلاة يونان. وعندنا صوم يونان، والتوبة بتاعت يونان، بنستعد للايه؟ للحدث الكبير، للصوم الكبير. في ناس على فكرة في مصر بتصوم صيام يونان دوت 3 أيام على بعض. أنا صراحة أنا يعني أعترف لكم، أنا حاولت مرة أعمل لغاية 12 بالليل كنت أدوخ وقع في الأرض، فاضطريت أن أنا أكل، فكنت حاولت يعني كده محاولة مجنونة شوية. لكن في ناس بتصوم 3 أيام من غير حاجة، ما أعرفش إزاي، بس بقى إيه في ناس بتعمل كده. فبيقول إيه؟ لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوق جميع طياراتك، وهكذا. وبعدين الحكاية خلصت على كده؟ لا، لسه الحكاية ما خلصتش. ربنا قال الحوت طلع يونان، ابلع يونان، خليه في التجويف، اوعى تاكله، الحوت امشي في الطريق دوت، شو هو قرح لترشيش غرب، ارجع تاني شرق، افضل ماشي 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 لغاية نينوى، افتح بقك
طلع يونان كله بالأوامر وكله محسوب، كله بالأوامر وكله محسوب. وهم ثلاثة أيام زي ما المسيح قعد في القبر ثلاثة أيام، كله إيه؟ حسابات ربنا بدقة شديدة ومتناهية. طلع يونان خلاص، اتعلمت يونان الدرس، اتعلمت مش هتعمل كده تاني يعني. ثم قال الرب، قول الرب إلى يونان، قوم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة، صح الثالث، ونادي لها منادى الذي أنا مكلمك بيها. خلي بالكوا برضو، هو ربنا ما قالوش يقول إيه، بس هو عارف، يونان عارف أنت هو ربي، أو أنت يا ربي أنت هتقول لهم إيه غير أن أنت توبوا، وعارف أن ربنا إيه حنين وربنا قلبه كبير، وأول ما هيتوبوا هيرجعوا ويغفر لهم خطيتهم ومش هيموتوا. بس أنا عايزهم يموتوا، يموتوا برضو، لسه عايزهم يموتوا. ساعات كده يعني، يعني سامحوني، يبقى في ناس كده إيه برضو مننا برضو، بس ال 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 الانتقام كده برضو، والشهوة في قلبهم عايزهم كده، عايزين يعني يقولك أنا نفسي الرجل ده يموت، الست دي تموت، أخلص منها ومن شرها. طب هو ربنا قال كده يا حبيبي؟ ربنا ما قالش كده. طب ما يمكن الست ديت ولا الرجل ديت ولا دوت يتوب ويرجع تاني. اللي كان شوف موسى الأسود أيام ما كان بيقتل ويزني ويعمل مصايب دي كده، لو أي حد يشوفه يقول يا رب أنت مستني على الشرير ده ليه؟ ما تموته وتريح العالم كله من شره. ما حدش كان يعرف أن موسى الأسود دوت هيبقى قديس عظيم تاني. اسمعوا بقى، خلي بالك كده، يونان بس لسه برضو إيه، لسه برضو اليهودية بتاعته نقح عليه شوية. أصل ربنا دوت بتاعنا احنا بس، أصل ربنا دوت بتاعنا احنا بس. هو الناس دول هيدخلوا ملكوت السماوات؟ مش عرفني. هو الأرثوذكس بس هم اللي يروحوا السماء؟ مش عرفني. هو بروستانت هيروحوا السماء؟ مش عرفني. طب وانا مالي؟ ما تخليك في نفسك يا اخي، دور على خلاص نفسك، ودور على خلاص بيتك واهل بيتك. انت مالك ومال الناس التانية؟ لا، هو ربنا ده بتاع اليهود بس مش بتاع الامم، ودول ما يستحقوش التوبة والغفران. نينوى كانت مسيرة ثلاثة أيام، يونان متغاظ راح مشي يوم واحد بس، وقال لهم إيه؟ بعد 40 يوما تنقلب نينوى. خمس كلمات زي ما قلت له كده بس، هي كده. طيب هتنقلب ليه يا عم؟ ما أعرفش. طب إيه اللي حصل؟ ما أنا ما أعرفش. هي هتنقلب، هتنقلب. طيب على الأقل يا أخي قول لهم توبوا، ربنا زعلان منكم. طب يتوبوا إزاي؟ طب صلوا إزاي؟ لا، هي هم خمس كلمات وكفاية عليهم كده. وقعد بقى إيه برا المدينة 40 يوم يستنى بقى، هم مش هيتوبوا وربنا هيغضب عليهم وربنا يقلب المدينة وكلهم هيموتوا، وأنا أفرح. اللي حصل بقى عكس كده. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبس ومسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسي وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح. عاوز أسألك سؤال، اللي حصل دوت علشان الكلام اللي قاله ينان؟ اللي حصل في نينوى دوت والملك قام كده علشان الكلام اللي قاله ينان؟ عمل ربنا في الكلام اللي قاله ينان، وعمل ربنا فين تاني؟ في قلوب الناس. خلي بالكم، يعني السيد المسيح في الانجيل قال ايه؟ الذين تابوا بمنادات يونان. الله، هو يا ربي هي الخمس كلمات اللي قالهم ينان دول هم اللي توبوا الناس؟ قال اه. طب وشغلك فين يا رب؟ قال لا، ما انا بشتغل في ولادي.
أنا بشتغل فين؟ في ولادي. ولادي اللي هم مين؟ اللي هم الخدام، اللي هم الكهنة، اللي هم الأسقفة. هو يعني أبونا دوت أنزل؟ الله. هو يعني لما يقول كلمة خلاص كله تعظيم سلام؟ يعني هو الخادم فلان دوت ما شاء الله عليه قوي، يعني بيعرف ربنا قوي، عمال يتكلم كده ويتشرم ويتبرم؟ يا حبيبي ده مش الخادم اللي يتكلم، ده مش أبونا اللي بيتكلم، ده مش البطرك اللي بيتكلم، ده مش الوسقف اللي بيتكلم، ده الله هو اللي بيتكلم. الله هو اللي بيتكلم. بيتكلم على بق مين؟ على بق خدامه. يا ريت لو ناخد كل رسالة من عند ربنا لخلاص نفوسنا. ممكن تكون كلمة جاية من عيل صغير، يعني الطفل العنيد اللي انت بتشكي منه دوت، ممكن يقول لك كلمة: بابا اشمعنى انت بتعملش كده؟ ينخسك في قلبك. دي كلمة جاية من ربنا. يا حبيبي ما لازم تصلي. طب انت بتصلي؟ حبيبي لازم تروح الكنيسة. يعني انت بتروح الكنيسة؟ طب لما بتروح الكنيسة ما تبقاش كويس ليه؟ خلي بالكم يا حبيبي. طب ما انت بتلبس شماس كل اسبوع وبتقول وبتقرأ وبتعمل كل اسبوع، بتصلي، بشوفك بتصلي في الكنيسة، امال اشمعنى بتعملش كده في البيت؟ اشمعنى بتزعق فينا وتتنرفز علينا وتتعفرت علينا؟ الكلمة دي مش جاية من الطفل ده، الكلمة دي جاية من ربنا. يا فلان صلح نفسك، انت صورة المسيح، انت خادم المسيح، مفروض يبقى صورتك مش كده. صورتك اللي بتبقى حلوة شوية، اهدى شوية، خليك كده يعني هادي شوية، اتحسن شوية، اتعلم شوية. كلمة جاية من ربنا عن طريق مين؟ طفل صغير. ممكن يكون واحد في الخطية، واحد تاني حتى من غير مؤمن، زي ما قلنا مش مؤمن، يقول له كلمة ترجعه. فياريت لو ناخد كل كلمة جاية لنا، سواء من الخادم، سواء من الكاهن، سواء من الأسقف، سواء من البطرك، سواء من كتاب قريته، سواء من موعظة سمعتها، ياريت ناخد كل حاجة على إنها حاجة من عند ربنا. انت يا رب بتقول لي ايه في الكلام دوت؟ بتقول لي ايه في الوعظة ديت؟ بتقول لي ايه في الكتاب دوت؟ بتقول لي ايه على ابونا لما قال لي الكلمة ديت؟ قصدك ايه يا رب؟ انت عايزني اعمل ايه يا رب؟ ماذا تريد ان افعل؟ زي ما بولس كده قال له: ماذا تريد ان افعل؟ المهم قام كل الناس وتابوا ورجعوا، وطبعا ربنا غفر لهم، ولا المدينة اتقبلت اتقلبت ولا حاجة. نرجع بقى للحتة بقى في أول صح الرابع اللي احنا قرناها قبل كده. يونان بقى يتغم. ألا بقى انت اتغميت علشان انا صفحت على الناس او غفرت لهم ليه؟ ساعات كده سامحوني، زي ما نقول كده، يعني ساعات بنستكتر على الناس محبة ربنا. شوف الواد دوت عامل شعره ازاي؟ ايه ده؟ ايه المناظر اللي بتيجي الكنيسة دي؟ ايه ده؟ ايه الست دي لابسة كده ليه؟ هي لابسة عريان كده ليه؟ الله، دي حد ده منظر تيجي في الكنيسة؟ ولا الست دي بتتكلم كده؟ ولا الراجل بيتكلم كده؟ الله، بقينا خلاص وضع بنحكم على الناس. طب انت مالك يا اخي؟ يمكن فلان دوت ولا فلانة ديت بتقف تصلي ربنا بيسمع كلامها وبيقبل محبتها. احنا مالنا؟ لا يونان، لا، دول مش يهود. زي بطرس كده: قوم يا بطرس روح كلم كرنيليوس، قوم اذبح وقل. لا يا رب، حاشا يا رب أن يدخل فمي شيء نجس. الله، أنت مالك؟ ما طهره الله لا تنجسه أنت. قوم روح مع الناس، ما تسألش،
وما تقولش ان انت تروح عند واحد بيت واحد اممي، لان انا ارسلتهم، انا ارسلتهم. شوفوا بطرس اللي كانت يعني اكبر التلاميذ والمسيح لسه برضو عند موضوع اليهود، اليهود لسه. طب انت بقيت مسيحي يا بطرس؟ لا لا لا، لسه برضو انا بتاع اليهود. ويوحنا ويعقوب كده لما السامره ما رضوش يقبلوا المسيح، قال له اؤمر ان تنزل نار من السماء لتحرقهم، اؤمر. قال له لستما تعلما من اي روح انتما؟ ايه، انا مش جاي عشان اهلك الناس، انا جاي عشان اخلص. ساعات كده لما نشوف ناس كده يعني بعيد عنكم ماشيين ماشي كده مش كويس، زي ناس اخواتنا التانيين اللي هو ماشيين يعني هوموسيكشوال ولا حاجه، يا ساتر يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، دول هيروحوا النار حتف، يا ساتر يا ساتر. ولو شفنا واحد منهم، انا تعاملت مع الهوموسيكشوال لمده 10 سنين، كنت دكتور بتاعهم. لعلمكم الناس دول يعني مشتاقين يشوفوا حاجة من عند ربنا، مشتاقين يسمعوا كلمة من عند ربنا. عاوز أقول لكم إن كنيسة الهيل سونج في راندو في ريدفيرن بتفتح الباب بتاعها كل يوم ثلاث بعد الظهر، الناس اللي هم اللي بيشتغلوا الكهنة فيها والناس اللي هم الخدام بيقعدوا على الترابيزة ويفتحوا الباب ويدعوا كل الناس اللي هم في ريد فور نيو تاون ان هم ييجوا يتكلموا، مجرد بس ان هم يعملوهم كونسلنج، مجرد بس ان هم يعملوهم كونسلنج، ان هم بس يقولوهم كلمة حلوة. مين عارف، مين عارف، يمكن الناس دول في يوم من الأيام يرجعوا لعقلهم ويرجعوا ربنا. حد عارف؟ المسيح كده قال لا تحكموا قبل الوقت، خدوا بالكم. فأنا نفسنا كده إن احنا نتعلم ما نحكمش على الناس، ولما الناس ترجع وتتوب ما نبقاش كده عاملين زي كده متعصبين زي يونان ما كان متعصب. فقال له كده لأني علمت أنك إله رؤوف، خلي بالكم بقى، يمكن دي حاجة حلوة من يونان، علمت أنك إله رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، بضيء الغضب، كثير الرحمة، ونادم على الشر. رؤوف رحيم، بضيء الغضب، كثير الرحمة، ونادم على الشر. يا ريت ناخد الآية دي كده نتأمل فيها بالليل، مهما كان خطيئتي كبيرة ومهما كان ذنبي أكثر مما يحتمل وخلاص أنا إنسان ضايع وأنا إنسان، لكن أجي كده واقف وأصلي كده قدام ربنا وأقول له لأني علمت أنك إله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر. دي عارفين لما تقولوا كلمة دي ربنا زي ما تكونوا إيه يعني، تخلوا قلب ربنا كده يحن، يحن ويرجع تاني، تفتحوا مفاتيح السماء كلها. بس برضو ربنا لسه يونان معاند شوية، فربنا قال له يا حبيبي تعالى، تعالى بس أفهمك. ايه يا رب؟ تعالى بس أفهمك، انا ايه، انت قاعد برا في الشمس، انا اجيب لك شجرة حلوة كده تطلع عليك وتعمل لك طول ليلة. ففرح يونان قوي، بسط قوي قوي، دنيا شمس. ساعات كده لما يكون الجو حر ودرجة حرارة 30-40، خدي بالكم، نروح كده نقف تحت ظل الشجر ونجيب شوية هوا. الله، فيونان كده عمل نفس الحكاية، الله، وهو نايم طلع له دودة أكلت اليقطينة ماتت، وإيه، والشمس ضربت على راس يونان فجاله إيه زي ما يكون حمى، وطلب قال إيه موتي خير من حياتي. فربنا قال له يا حبيبي تعالى بس، تعالى فهمك، انت زعلت على الشجرة اللي هي طلعت في يوم وما تعبتش فيها، ده اللي مطلعها لك، ده اللي مطلعها لك، ولما ماتت زعلت ان هي ماتت، يعني انت لا تعبت فيها. امال ايش حال بقى 120,000 واحد بتوع نينوى، 12,000 ربوة، الربوة دي 10,000 بتوع نينوى،
اللي أنا خلقته وتعبت فيه وكبرته ورعيته وبعد كده عملوا الشر، بعد كل دوت عايزني أموتهم كده مرة واحدة؟ أما أنا كنت بقولك نادي عليهم ليه؟ أنا بتهيألي عارفين كده يونان بقى ساعتها قال له إيه؟ قال له إيه؟ احنا اتكلمنا من كذا شهر كده على مين؟ ايوب. ايوب كده كان عنده حتة البر الذاتي، وكان كده برضو عامل يعني كده يعني حتى جه فقال له، قال له الناس اللي انت بتحكوا عليها دلوقتي دول كنت انا بستنكف ان انا يقعدوا مع الخدام بتاعي، كان عنده بر ذاتي كده. فلما فهم بقى ورجع قال له ايه؟ بسمع الأذن سمعت عنك والآن قد رأتك عيناي. تهيألي برضو أن يونان عمل زي أيوب كده برضو، هو طبعا مش مكتوب هنا في الإنجيل، بس بتهيألي أن يونان برضو قال لي الكلمة دي لمين؟ لربنا. قال له يا رب خلاص عرفت، وصلت، وصلي الدرس، عرفت أن أنت إيه، أن هو قالها له قبل كده، إله رؤوف رحيم بطيء الغضب نادم على الشر، فقالها له. فهو قال له يا رب أنا عرفتك خلاص كده، الدرس ايه؟ وصل. ويا ريت نكون الدرس برضو احنا وصل لنا، يا ريت نكون احنا عندنا يعني كده ايه، يكون عندنا توبة، محبة، صفح، تواضع، قبول، نقبل كل حد، نقبل الطفل الشقي، الطفل العنيد، الزوجة المتعبة، الزوج المتعب، كل الحاجات اللي هي ممكن نقبلها بصدر رحب، ونفتح قلبنا كده ونصلي ونقول يا رب يا رب. يعني ايه؟ انا عارف ان انت ايه، رؤوف ورحيم وبطيء الغضب، اصفح عن خطيتي. ودايما نقول كده ايه، يعني الحاجة اللي بتحصل او ممكن المشكلة حصلت في البيت بسبب خطيتي انا، حطها على نفسك، تواضع وتذلل قدام ربنا. لما ربنا يشوف التواضع والانسحاق بتاعك ربنا يصلح المشكلة اللي في البيت علشان الصلاة بتاعتك. يعني لما يكون عندنا مشكلة في البيت أو عندنا طفل عنيد أو عندنا حاجة مشكلة في البيت، نصلي وننسحق قدام ربنا زي ما كده ميونان صلى وانسحق وهو في جوف الحوت. نصلي وننسحق قدام ربنا ونتواضع علشان ربنا يقبل كده ايه، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. ونتعلم ان كل، شوف في كل حاجة صوت ربنا، شوف في كل حاجة حواليك، في الطبيعة، في الناس اللي حواليك، في ولادك، في مراتك، في اصحابك، شوف ربنا في كل حاجة، اسمع الكلام وخده كأنه درس ليك من ربنا، اتعلم منه، صلح طريقك، صلح نفسك، شوف حياتك، اعترف، اتناول، كن مستعد. يعني يوم الاثنين اللي فات فقدنا أم عزيزة علينا، اللي كانت راجعة في العربية من كوينزلاند، من كوينزلاند هي وابنها وابوها وسوري وجوزها، هي ابنها وجوزها، هي قاعده ورا والاثنين قاعدين قدام. حادثه كبيره حصلت، الاب والابن ما تكسروا بس ما فقدوش حياتهم، يعني حصل لهم شويه قصور، حتى الست اللي طلعت قدامهم بالعربيه حصل لها قصور، هي الظهر الله اعلم لسه من نتيجه التشريح ما بانتش، من الخضة قلبها وقف وماتت. ثلاث دقايق. فنخلي بالنا ونصحى ديت، يعني زي ما بقول كل وقت بيعدي علينا، كل صيام ينام بيعدي علينا صحوة ونداء للتوبة. ربنا بيقول ايه؟ توبوا وارجعوا. لإلهنا كل مجد لا بد له، امين. أسأل أسئلة محتاجة إجابات. كم مرة يونان طلب الموت؟ يا الله.
كام يا ماما؟ مرتين؟ لا ازاي؟ ده اكتر. طلب الموت. طلب الموت. ها. ايه هما المرتين طيب؟ غضب لما اليقطينة. أيوة. مرة تانية. المرة الأولانية ساعة ما ربنا أنقذ نينوى. طب والمرة الثالثة لما طلبت تلمي في البحر. مش ده انتحار برضو؟ ارموني في البحر. والبحر هايج، وكان متوقع ايه؟ ده كان هربان من يبقى ثلاث مرات. طبعا على فكرة الفكرة دي يعني انا اعتقد انها بتورد من وقت الاخر، الواحد عاوز يخلص من حياته. خطية ولا مش خطية؟ خطية كبيرة، خطية كبيرة. في تجاوب ربنا مع يونان رد على الخطية دي ازاي؟ قال ايه؟ فهمنا ايه؟